يعني نحن نحيي كشعب فلسطيني وكمقاومة فلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي، نحيي موقف الجمهورية الإسلامية في إيران من موقفها من صفقة القرن، وموقفها هو الأكثر تقدما والأكثر وضوحا من هذه الصفقة الإجرامية التي تقودها الولايات المتحدة خدمة لهذا الكيان الصهيوني المنزرع في قلبنا وفي قلب أمتنا في فلسطين. لذلك نحن نتقدم بتحية لهذه الجمهورية الإسلامية في إيران التي ما بخلت ولا زالت تمد المقاومة الفلسطينية وتدعم شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا الكيان الصهيوني.